فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست بسنة ولم يصح في ذلك حديث؟ هي الأحاديث فيها ضعيفة، ولكن يقولون إنها تتعاضد، فمن فعله فلا حرج ومن تركه فلا حرج، الأمر سهل في هذا. اللي يرى إن ما هي بسنة كيف لا يقرأها، واللي يرى إن سنة يقرأها. نعم، الأمر في هذا واسع. نعم.